النهارده ان شاء الله من المقرر ان يعقد مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه حسين لبيب اجتماعه الاول بعد اعتماد المجلس الجديد من اللجنه الاولمبيه المصريه، وهتعقد الجلسه بعد انهاء اجراءات التسليم والتسلم المقرر لها في الرابعه من عصر اليوم. تم اعتماد النتيجة أمس بشكل رسمي من جانب اللجنة الأولمبية على أن يتسلم المجلس الجديد مهام عمله رسميا في الرابعة من عصر اليوم، وكانت اللجنة الأولمبية اعتمدت النتيجة التي أجريت يوم الجمعة الماضي بعد إرسالها من جانب اللجنة الثلاثية المسؤولة عن إدارة النادي واللجنة التي أشرفت على إقامة الانتخابات.